أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي، هدف عالمي رائع بداية من استخلاص فابينيو للكرة وأسيست من كريم بنزيما عالمي في المساحة لعبد الرزاق حمد الله، ومراوغة ولا أروع من عبد الرزاق حمد الله ويسدد الكرة ويحرز هدف عالمي. لعيب يا عبد الرزاق يا حمد الله، لاعب عالمي، هدف جميل للغاية للنمور. النمور تبدأ في التكشير عن أنيابها وافتراس فريق الرائد. تابعونا لمعرفة كم ستنتهي المباراة، بكم هدف ستنتهي المباراة. أتخيل أن الاتحاد سوف يحرز المزيد من الأهداف لأنه مسيطر تماما على المباراة.